مساكم الله بالخير. بتكلم عن مقطع انتشر وسوى ضجة كبيرة، وهو تنمر مستشار الرئيس السابق أوباما على مصري بياع بسطة أكل بنيويورك. شوفوا المقطع وبعدين رد نكمل. Go. Why is he here? Go. That you pray to a criminal. Listen, I'm working now, okay? Can you leave, please? Go, please. You're not working. I'm just working here. Yeah. There's nobody here. I'm going to put big signs here that say this guy believes in Hamas. Do you want to buy something? No, I don't. Okay, why is he here? I won't give you a penny of my money. Listen, why is he here? What? Do you want to buy something? No. Okay, go. I don't want to go. I have a right to stay here. You have no right to be on the sidewalk. You have a permit? Yeah, I have a permit. I have everything. I have a license. Okay, but you don't have a visa. I have a passport, my friend. Go. What do you have? It's not your business. Go. Oh, it is my business because I actually know the guy who owns all these. I have an American stores. Citizen. Do you You're have an it? American citizen? Yeah, do you have it? How did you become an American citizen? It's not your business. Go. No, you're right. I born here. But you're a terrorist. You support terrorism. Listen, go. I'm not support something. You do. You support terrorism. I'm not some. You go. I'm just working here. You're a terrible person. You kill children, not me. What? Go. My kids? What about my kids? You kill children, not me. Go. I didn't kill children. Okay, why is he here? You know why? If we killed 4,000 Palestinian kids, you know what? It wasn't enough. It wasn't enough. Go. طبعا ما اكتفى بالكلام هذا، بعد يعني قال كلام سيء بحق النبي عليه الصلاة والسلام وشتم النبي عليه الصلاة والسلام، يدري ان هذا الامر استفز المسلمين. تم طبعا بعد ما انتشر المقطع هذا بشكل كبير تم القبض على هذا الشخص. Zelowitz tonight charged with aggravated harassment of race or religion and 4 counts of stalking as a hate crime. He had nothing to say to reporters as he was walked out of the 19th precinct in handcuffs. In a phone interview with an ABC News producer, Zelowitz admits he overreacted. He says he argued with the vendor in the past about Hamas and it devolved into a larger attack on religion, which he says he regrets. The food cart workers say if Zelowitz is truly sorry, then he would apologize face to face. طبعا لو لم يتم القبض عليه كان صارت ضجة كبيرة وثاروا المسلمين بأمريكا وخارج أمريكا، وأمريكا مو ناقصة، فاقبض عليه وقطة بمحاكمة، وإذا مذنب يعني خلاص مذنب، من هو شنو قيمته؟ هو مستشار سابق يعني بالطقاق. وطبعا المصريين مشهورين ترى بنيويورك كلهم يعني مستحوذين على سوق البسطات، بسطات الأكل هذه اللي بالشوارع، الفود تراك او البسطات الصغيره مستحوذين عليها بشكل كبير، وفي بسطات مشهوره وانتشرت افروعها بكافه الولايات بسبب انهم موجودين بنيويورك، يعني بموقع مميز منها حلال جايز وغيرها. طبعا ليش المصري يقول انا مولود بامريكا ولهجته بالطريقه هذه الاكسنت ماله؟ عادي ترى بامريكا تحصل واحد عنده جنسيه امريكيه مولود بامريكا ما يتكلم انجليزي او يتكلم انجليزي مكسر، لانه عايش بمجتمع داخل امريكا يعني مو امريكي بتاتا. فاعرف واحد عنده جنسيه هناك وعنده محطات بنزين وعنده شغل، يقول ما اعرف ولا كلمه انجليزي، واذا بروح اراجع اخذ معي واحد يترجم يعني. فعادي في احياء ايرانيه، احياء عربيه، احياء صينيه ما يعرفون انجليزي بشكل نهائي بعضهم، وبعضهم لا والله يتكلمون مكسر. فهذا امر طبيعي بامريكا، اللي عارف امريكا وطبيعتها يعرف هذا الشيء. لكن هذا المستشار يبدو أنه غاب عن هذا الشيء، ويمكن كان سكران أو ما إلى ذلك ما أدرانه، لكن أظهر حقيقة ما في نفسه بسبب أنه غاب عنه يمكن هذا الشيء. شون أنت والله قاعد بالكويت أعرف الحقيقة وما أعرفها الأمريكي؟ يمكن ثارت عنده العنصرية، يمكن عقله مغيب، فأظهر ما في نفسه، أظهر حقيقة ما في نفسه. وهذه الحقيقة يحملها الكثير من المسؤولين حتما، إذا هذا واحد منهم ما قالها إلا بعد خروج أوباما من السلطة أكثر من 10 سنوات.
المهم ان هذا مصري بسيط الله وفقه مقطع بالموبايل صوره وانتشر بشكل عالمي رهيب حتى اسقط يعني تمكن من اسقاط هذا العنصري البغيض المعادي للاسلام والمسلمين بشكل بغيض ويعني يحمل خطاب كراهية. فكم مسؤول على رأس السلطة حاليا يحمل نفس هذا الخطاب ونفس هذه الأفكار لكن ما يقدر يظهرها بسبب أنه مسؤول. اللي يعتقد أن هذيلة يعني ما نقايل الأصدقاء اللي يعتقد أنه ما فيهم أحد يحمل هذه الأفكار فهو ضايع. هذيلة بعضهم أولياء وبعض، وشفنا شو الموقف الأمريكي من إسرائيل في حرب غزة شلون يعني داعم لأقصى درجة لأنه مسلمين بكل بساطة. لكن الله إذا شاء جعل سقوط هذا الشخص وانكشافه ويمكن دخوله السجن على يد مسلم مصري بسيط قاعد بحال سبيله بسطته حتى صاك الشباك بعد مراد يفتحه. هذا طلع الموبايل، هذاك ترى فيه لقطة مو كاملة، طلع الجهاز الهاتف وصوره. يعني شنو تصورني أنا صورك؟ المستشار اعتقد أن الأمور بالبسيط بالبساطة هذه، لكن سبحانه من فضحه وأسقطه على يد هذا المواطن المصري البسيط.